وزارة الدفاع والتواصل معكم في استقبال مقترحات وشكاوى المواطنين والمنتسبين التي ستلقى الاستجابة الدائمة لها. ألو، شكاوى وزارة الدفاع، اتفضلوا. سور الوطن، إعداد وتقديم حنان محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعي ومتابعي إذاعة صوت العاصمة وبرنامج سور الوطن. أهلا بكم وكل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم على كل العراقيين، يا ربي يحفظ العراقيين وأهله وشعبه وجيشه، وإن شاء الله يكون سور للوطن ودرعه الحصين. معكم في التقديم حنان محمد، ومعانا في الإخراج عمار، عمار محمد. تحياتنا إليك وتحياتنا إلى كادر إذاعة صوت العاصمة من أمانة بغداد على التردد 104.4 FM، على اهتمامهم بمنتسبي الجيش العراقي وبرنامجنا اللي هو حلقة وصل ما بيننا وبينكم وبين الوزارة للاستفسار والمشاركة وكذلك تلقي الشكاوى من خلال برنامج سور الوطن. بانتظار اتصالاتكم على أرقام الهواتف اللي هي 0770-800-001، أما الخط الثاني فهو 0770-800-002. بالبداية راح نذكر بكثير من الأخبار من أخبار وزارتنا وزارة الدفاع، وكذلك راح نذكر بالأسماء اللي قدموها بعض المنتسبين واللي يريدون يعرفون أسماءهم موجودة أو إن شاء الله راح تكون في الوجبة الثانية من وجبة المتقدمين أو المشاركين بالتطوع للجيش العراقي. بالبداية راح نقرأ الأخبار اللي هي باشرت مديرية الخدمات الشخصية ورعاية المقاتلين بتوزيع مكرمة جرحى جيش العراق الباسل ممن لديهم إصابة شديدة وحاصلين على تسلسلات المكرمة، ويأتي ذلك بعد إطلاق التخصيصات المالية الخاصة بمكرمة الجرحى والبالغ عددهم 1000 جريح. ووضعت مديرية الخدمات الشخصية إجراءات مبسطة لاستلام المكرمة وحدثت الجرحى بمستمسكات تؤيد صحة إصابتهم وسلامة موقفهم القانوني في وحداتهم من ضمنها نموذج الإصابة الفورية وأوامر القسم الثاني مؤشر فيه إصابة الجريح ورسالة الحركات وكتاب تأييد يؤيد إصابة الجريح مصادق من الوحدة. كذلك تنفي وزارة الدفاع وجود أي صفحة رسمية بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالسيد رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان علي الغانمي، وأن أي صفحة موجودة باسم السيد رئيس الأركان هي صفحة وهمية ومزيفة، وستتخذ الوزارة إجراءات قانونية ضد أي صفحة تنتحل صفة رئيس أركان أو قائد أو ضابط في وزارة الدفاع، لذا اقتضى التنويه.
وتحت شعار عوائل الشهداء أمانة في أعناقنا، المقاتل رحيم أحمد محمد استشهد أثناء عمليات دهم وتفتيش لمنطقة الضابطية شمال بغداد ضمن قاطع لواء المشاة 59 التابع لفرقة المشاة 6 بناء على معلومات استخبارية تضمنت وجود مضافات للإرهابيين في تلك المنطقة المحاذية لنهر ذراع دجلة، حيث تمكن الشهيد من قتل إرهابي يحمل حزام ناسف وقتل آخر من قبل القوة المداهمة داخل المضافة، واستشهد بعد الاشتباك مع الإرهابيين. ذوي الشهيد أشادوا بمواقف وزارة الدفاع الإنسانية في متابعتهم والسؤال عن أحوالهم، كما استذكروا موقف الشهيد البطولي الذي جاد بنفسه وسقطت روحه الطاهرة من أجل العراق والعراقيين. وزارة الدفاع تعلن عن مواعيد فحص الدورة 110. تعلن وزارة الدفاع عن جدول مواعيد استقبال المتقدمين للدورة 110 للكلية العسكرية لإجراء الفحوصات الطبية والبدنية والمعايشة التي ستجري في الكلية العسكرية الرستمية للفترة من 15 نيسان 2019 ولغاية 27 آب 2019. مستمعينا الكرام، راح نذكر بالأسماء اللي قدموها بعض المنتسبين والمشاركين والمتقدمين للتطوع في الجيش العراقي، نذكر بها وبعدها راح ناخذ اتصالاتكم. وعمار يأشر لي يقول اتصالات كثيرة، لكن خلينا نذكر بالأسماء ونرجع لهذه الاتصالات. علي سالم جاسم يوسف يذكر انه هو سنة بدون راتب وهو جندي أول، نتمنى يتصل بينا ويعطينا رقم الكتاب ونعرف شنو مشكلته. وكذلك أرشود مداعي داخل عصفور من لواء 22 فرقة الساسة فوج الثاني، ما أعرف شنو موضوعه لأن انقطع الاتصال ويا ريت يتصل بينا. أما نصير أحمد صالح حواب من بغداد فاحص في مطار المثنى خريج ابتدائية شهر 9/2017، اسمك موجود يا نصير. أما براء علي عجاج هزال وهاشم مجيد هادي اللي فحصوا شهر 9/2017 خريجي ابتدائية من الأنبار، موجودة أسماءكم وإن شاء الله راح تكون في الوجبة الثانية. ذياب كاظم هادي ذياب من الناصرية فحص شهر 9/2017، كذلك موجود اسمك وإن شاء الله في الوجبة الثانية. الجريح على نويح عبدوش قدم على مكرمة، لكن أريد موقفه من الكتاب، تاريخ الكتاب مو واضح عندنا، احنا راجعنا عليك لكن نريد رقم الكتاب وتاريخه. اسعد محول بلقوط جاز عشمري وحميد بحيلان محمد مخلف فحصي شهر 8 خريجي ابتدائية، كذلك موجودة اسماءكم. طه ياسين أحمد علي ابتدائية فحص 18/6، موجود اسمك يا طه. بصير صالح عقاب حميد فحص شهر 6/2017 خريج ابتدائية، كذلك موجود اسمك. واللي فحصين في منطقة حديثة عمر بندر حسن رجب الأعرجي وجمال محمد صالح عبد الرزاق، كذلك موجودة اسماءكم. كذلك عندنا اسم آخر حسن صالح فلي حسن خريج ابتدائية وفاحص شهر 10/2017، كذلك موجود اسمه. علي منصور حسين من كربلاء فاحص شهر 4، كذلك تأكدنا من اسمك يا علي موجود. علي سالم جاسم يوسف فاحص شهر 9 من ذي قار خريج ابتدائية، موجود اسمك يا علي. رياض أحمد فاضل صابر رمضان يقول أنا مقدم 2016-2017 وكذلك في 2018، أصلاً هو في 2018 كان مسدود التقديم. يا رياض اسمك موجود وإن شاء الله يكون في الوجبة الثانية. ورح نرجع لاتصالاتكم، لكن ما أعرف عمار شو محضر لنا، يوجد اتصال؟ أي نعم، أول اتصال نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك ويحفظ كل العراقيين، أهلا بيك. الله يبارك فيك.
نعم تفضل، شنو مشكلتك؟ اي نعم اريد اعرف رقم التاريخ، رقم الكتاب تاريخه. نعم تاريخ رقم الكتاب وجاني بس راتب واحد. جاني اجاك راتب؟ بس واحد فقط. اي نعم هم هم يقسطوه على رواتب، لان تعرف الموازنه يعني شبه الفارغه او شبه الخاليه. هم من الفائض، من الفائض اللي موجود بالموازنة يقسطون الرواتب مالتكم. نعم سبحان الله تعالى، يعني ما عندك تجاوز حاسة قاعد معنا الا تعالى، يعني هاي شوي ما راح تحط ما يبين لي غبطه الا. بس انت كم شهر بقى تطلب؟ اطلب شهرين تقريبا. شهرين يعني كان ثلاث شهور بقى شهرين. نعم طول بس الخامس السابع. اي نعم يعني شهرين جايك. نعم انت قابض شهرين؟ بس الخامس، السادس والسابع. نعم اعطيني اسمك. امجد فاهم مهدي. امجد فاهم مهدي. رقم الكتاب؟ واحد 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 خمسة تسعة تسعة. خمسة تسعة تسعة. نعم تاريخ الكتاب؟ تاريخه 2017. 2017 يا شهر؟ 23. 23 اي نعم. انا اكثر سبحان والله يعني شوف يا زين حاطط اغاني وقاعد بالتجاوز على المسار. وين تداوم انت يا امجد؟ انا صرت 16 بالموصل بالموصل. نعم الله يحفظكم ان شاء الله. نشوف نراجع الموازنه ونشوف ليش مطيك بس شهر وبس وباقي شهرين. السادس والسابع بعده؟ نعم السادس والسابع بعده. نعم الله يحفظك. شكرا جزيلا هني. شكرا لك. شكرا يا امجد. عندنا اتصال ونقول الو. الو الو. نعم الو. نعم تفضل. الله يسعدك حنان، اهلا بيك تفضل. شلون صحتك؟ اهلا حنان. انا اتصلت عليك قبل شوي ترد ذاك الاسبوع وهسه بدي اسمي مصير احمد صالح موجود. اي نعم. شنو اسمك؟ الشغل ليش ما نطلع؟ شنو اسمك؟ اسمي نصير بدي اعطيها التون يعني نصير موجود بال نصير احمد صالح عواد. اي نعم اشتغل شوي بدي اعطيها. نعم نعم. بعد وين المشكله ما يطلعن؟ اكو وجبه ان شاء الله راح تكون يعني كثير من المنتسبين راح تشمل تقريبا بين 3000 و 4000 منتسب. ايه وان شاء الله راح تكون في الوجبه. يعني احنا وياهم ان شاء الله؟ ان شاء الله موجود اسمك وماكو اي مشكله. يعني احنا كنت خافين يعني تصير اخت الواسطات او تصير شيء. لا 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 يعني هاي الحمله اللي صارت حمله التطوع كانت من نعم. انظف الحملات لان كلها على الاستماره الالكترونيه وقاعده لجان من مكتب مفتش عام ومن المفتشيه العسكريه وقاعدين من نعم. مديريه التطوع يعني مو بكيف فلان او فلان. نعم تتواجد اطول اخاف يتصلون وراي الشباب هاي بس على مود شغله صغيره شيء. تفضل. عندي صاحبي مو عاد رفيق قال لي ما يحصلون يعني قول كنت نحصل احنا. اي نعم. اسمه سعد علي خليفه محمود عبد. سعد علي خليفه محمود عبد. محمود عبد نعم. شو وقت فاحص؟ فاحص 17/8 بمطار المثنى. 17/8 2017؟ 2017 والفحص كله 2017. اي نعم. راح عليهم خابروه قال له عن طلب معلومات روح للمطار مركز تطوع. نعم. من راح عليهم قالوا له تجيب لنا كتاب شو اسمه عدم مطلوبيه او تزكيه او صحه معلومات عن ابوه ماخذينه عن طريق الجيش ماخذينه سؤال جوهم وهذه يعني اسبوع حالي. نعم. فيروح عليهم يدزون على اللواء 59 59 يقول له جبنا كتاب من ناقل ابو هذا يدز على المحكمه وناصر يدز على ناصر لحد الان ما فهم شو الزلمه. نعم. يعني لحد الان ما هم محلوله المشكله؟ لحد الان هاي صار ثلاث شهور من خابره وذاك اليوم هم راحوا يدزون على محكمه المحكمه ما يعرف وين المشكله مالته. نعم، زين والده عنده عدم محكوميه؟ ما محكوم هو وذاك ابوه موجود ذاك. اي نعم. شنو؟ ما انحكم هو على مجرد على انا اقول ما اقدر اعطيك كتاب لان ابوك ما محكوم. نعم. اي فدايخ بالشغله يروح ويرجع يعني هسه شنو اللي يريدوا من عنده؟ الامنيه شو تريد منه؟ تريد من عنده كتاب صحة معلومات عن والده. زين ليش ما يجيب هاي الصحة؟
ما يقبل ينطونه، يروح على 59 ما يقبل ينطونه، يروح على شو اسمه ما يقبل ينطونه. زين دائرة التطوع ليش ما تعطيكم كتاب رسمي تطلب صحة المعلومات؟ هم ينطونا كتاب مركز التطوع، نخاطب بالزواء كان قدر يسوي شغل بس ما يطول. نعم. احنا رح نتصل بيهم، المفروض يطوق كتاب رسمي حتى من تروح تاخذ صحة معلومات يدزوك هم بكتاب رسمي، واعتقد هو هذا الكتب الرسمية هي سرية وشخصية. اي نعم يقولون لازم كتاب يخاطب الكتاب. اي نعم لازم كتاب رسمي، اي واحد يروح هسه يطلب صحة معلومات ياخذها لازم كتاب رسمي. شنو السبب انت تطلب صحة معلومات؟ قبل اسبوع قال لي لازم تروح على القاضي، القاضي هو يقدر يسوي شغلتك، راح على القاضي قال الشغله مو يمي، يم اللواء يقول عنده متخصصين. نعم. احنا عندنا بس ست شغلنا شغل خلفنا الوالدين. نعم، احنا راح نشوف لكم اياها وان شاء الله راح تسمع الاجابه عبر برنامجنا. رحم الله والديك، رحم الله والديك. شكرا، شكرا لك. عندنا اتصال ونقول الو. الو. الو نعم. الو. ما اعرف انقطع الاتصال واكو اتصال اخر، تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختي عندي اخوي يعني من تمر بدلت كتبه يعني سوينا له كتاب وبعد ما يفتح للتمام. نعم. سوينا له كتاب لجنة نسبة عجز 70%. كل زين. ايه. نعم. الكتاب كان بكيوان يعني هاي تعرفين الفوج اللي تفل اشتركة 12 بكيوان. نعم. 2014. شنو المشكلة هسه؟ المشكلة هو يعني حاولت أقدم للتقاعد في الرعاية، يقول لي كان يعني قدمت له بدي صاع، يقول لي أخوك يعني الجيش عقد ما لحق التقاعد. ليش ما لحق التقاعد؟ لا شلون يطلعون تقاعد هسه؟ والله قدمت حاولت حتى زوج محامي قال لا تعب نفسك لأنهم عقد. ماكو شيء اسمه عقد. نعم؟ بس ال 14 يعني حساب ال 14 قالوا ادري هسه مو مثبت، هو مو مثبت على وزارة الدفاع؟ شنو العقد بالضبط؟ عنده بعد وداوم عسكري يمكن سنة سنين هو داوم بس مرض وبعد ما يتحمل يعني. شنو دخله يعني ما دا افتهم يعني ليش ما يطلعوا يعني تقاعد؟ هو مقدم تقاعد يعني هو يعني قاعد بالبيت حاليا هو ما عنده لا شيء بس يعني تشوف انه حاط يعني كلش مريض بالفراش. اي اعرف هم مو معطين نسبه عجز 70%. ايه نعم يعني هم غير يخلوه بوحده ثابته او قريبه او مثلا يصرفون راتب جريح مو صحيح؟ اي صحيح انا حاولت يعني حتى لزمت محامي. نعم قال لي هم عقد وزارة الدفاع ما لحق يعني التقاعد حاليا. اخاف مو مخلص السنين اللي يريدوها ما التقاعد ما مستحق. هو 8 سنين يعني داوم بالجيش. 8 سنين؟ اي 8 سنين داوم هو. اي 8 سنين. داوم عسكرية واجبات. اي نعم نعم 8 سنين ما يحق له التقاعد صحيح؟ ها. اي صحيح ماكو يعني غير هي احنا نعرف المدة تكون اكثر من 20 سنة. 8 سنين شلون يطلع تقاعد؟ زين هم ما مساعدين ويا الوحده مالته هو عجز 70%. ايه يعني الوحده مالته ما مساعدين وياه؟ ما الوحده مالته كملوا انطوا فتره يعني كل ما يعني ياخذ اجازه على مود كل فتره ياخذ اجازه ياخذ اجازه على مود العلاج مالته. اخر شيء قال احنا ما نقدر حلو لجان عسكريه. لجان اي خليه يتحول للجان. الجامعة العسكرية خبرنا على المحامي لأن إحنا بكرك وكتعرفين تكلفة. ما تحتاج محامي. ما تحتاج محامي. اللجان العسكرية راح يحاولوه راح يدخلوه هذه اللجان يسووا له فحص. هذا الفحص راح يحددون موقفه. يظل بالوحدة يروح يقعد بالبيت يطلع تقاعد. هذه اللجان هي راح تحدد. إذا تسمعني. أنا أريد أمشي على طريق يعني نقول حتى أطلع الأراضي فتح. إيه نعم. هو شو يسوي؟ يسوي له كتاب للمستشفى، المستشفى تحوله لجان، يطلب لجان هو. اللجان هذه راح يجي اسمه، راح يحطوا تسلسل يجي اسمه وراح يسوون الفحص الكامل له وتودي له نسبة العجز وتودي كل هذه الأوراق الرسمية. أنا عندي كامل تغريد كامل على وين يداوم هو؟ وين يداوم؟ كامل. نعم، وين يداوم هو؟ هو يداوم فرصة 12 اسمه غير قاسم عبد الله.
فرقة معاش مو صايرة بالموصل؟ لا كانت الكركوك في البداية الجنة كركوك نعم كيوان كانت هي نعم وهسه وين؟ هسه ما حالي ما أعرف يعني بعد أوراقه ما أعرف وين الفوز ما حتى أراجع عليه ما أعرف يعني هي تهيكلت يمكن هذه الفرقة أختي قالوا لي منها الشهر يجي قبل تفلس قال منها الشهر يجي من الكتاب ماله ما لجن وندق عليكم حتى تودوه لجنة عسكرية وإحنا حاضرين هذا الشهر سبحان الله هذا الشهر صار تفلس اللي توافق معك إي نعم فعلا هو اللي راح يقوم به لازم يندل الوحدة مالته الوحدة ترفع له كتاب للمستشفى هاي المستشفى راح تحيله لجان اللجان راح تحدد موقفه إيه؟ إذا تسمعني إيه أسمع ذلك وشو اللي راح يصير وياه همين أخبرنا ما شيء يعني أنت الفرقة 12 بالموصل والله أنا اللي عرفه بالموصل وهاي عرفه أنا هاي الفرقة تهيكلت يعني مو فقط مكان واحد نعم يعني هو يقدر يدق اسمه حاسبة يعرف هو وين هسه الوحدة وين دا تداوم شلون دا يستلم راتب هو لا لا ما يستلم راتب وقالوا له بس نزل الكتاب حتى ماكوش انت 14 حاليا كلش ما مستلم له يعني اي شيء بس قال منه الشهر نزل لك لجان وينزل عليكم تردون بغداد نعم المفروض يراجع على هذه اللجان لان راح تفيده اللجان ما عندنا وين صارت اصلا بالمستشفى المستشفى مال المثنى انت ببغداد لا احنا كركوك نعم ماكو وحدات طبيه ماكو فرقه عسكريه يمكم ماكو وحده ما حاليا ما يعني بس اكو اتحاديه والجيش ما حاليا نعم لازم تراجعون بالمستشفى المستشفى مال المثنى تحيلكم لجان تعطيكم كتاب لجان والاوراق مالته كلها طبيه اي نعم تحياتنا إلك وفعلا احنا نتأثر من هذه المواضيع اللي نسمعها يا رحم الله والديك شكرا شكرا إلك عندنا كثير من المسجات توصلنا لكن يعني لضيق وقت البرنامج ما نقدر كلها نقراها لكن لفت انتباهنا ثامر عبد الدائم صالح المنسوب إلى فرقة 20 يقول السلام عليكم رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله ربي يحفظكم ويوفقكم إني موظف مدني ثامر عبد الدائم صالح المنسوب إلى فرقة 20 لواء 60 اللي شهيدين أبي وأخي استشهدا منذ 2007 حاليا أداؤهم في الموصل والدتي امرأة كبيرة في السن ومريضة علما أني المعيل الوحيد لعائلتي قدم الطلب نقل إلى وزارة الدفاع من مكاني الحالي إلى مكاني القريب أرجو مساعدتكم ومتابعتكم الكريمة للأمر سائل المولى عز وجل أن يوفقكم لخدمة المجتمع خصوصا عوائل الشهداء والسلام عليكم تحياتنا لك يا ثامر ثامر راح أسجل اسمك وراح يكون موجود عندي راح أتابع النقل مالك شو وقت دزيت كتاب النقل شو قد رقم الكتاب تاريخه يا ريت تراسلنا الآن إحنا دنشوف مسجاتكم غيث علي يقول أريد تشوفون اسمي موجود أم لا
أخي بس أخبار الدورة الفحصية بصفة منتسب على 2017 لوزارة الدفاع، لحد الآن ما عندنا أي أخبار عنها. أريد أشوف اسمي برنامج صور الوطن فحص شهر الثامن، اسمي غيث علي محمد مارد، غيث علي محمد مارد فحص شهر الثامن 2017. إن شاء الله راح يتم الرد عليك في حلقتنا المقبلة. قل أتصل عليكم لكن ما حصل، تحياتنا لكم إن شاء الله تحصلنا. وأركان اللامي أشكركم على الرد، هذا رقمي وعنواني، شكرا لك وتحياتنا. وكثير عدنا من المسجات لكن دي أشر المخرج يقول عدنا اتصالات. أنا بالحشد وصار ظروف عندي وما رحت، واخويا شهيد وما قدرت اروح، فصلاني. يعني احنا نعرف الحشد متابع لوزارة الدفاع، تحياتنا لك وتحياتنا الكل حشدنا الكريم. عندنا اتصال ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون ست حنان؟ اهلا اهلا بيك. بلا زحمة، انا شوف الداعي. نعم. خبرت الثلاثين راحت، شوف الداعي. خبرت الثلاثاء المضت. اوكي انت شو اسمك وشنو مشكلتك؟ اكسود مداري داخل. شلون صوته مو واضح الاسم. اي ارشود مداعي. ارشود مداعي، يمكن ذكرت اسمك اني. صحيح اي سمعت. اي نعم مشكلتي صار لسنة بجر راس. اي نعم ارشود مداعي داخل عصفور. نعم لواء 22 فرقة السادسة فوج الثاني. صحيح. نعم. ليش انت بدون راتب؟ انا قبل سنة انحبست بكل مدني. اي نعم تهمت قضيتك. صحيح. نعم يعني انت لاغي تعينك العسكري وقدمت مدني؟ صحيح. اي نادر من المدنية وانحبست. اي نعم نعم. اي تفضل خليني اسمع. ايه ومن الحبس الصراعي. نعم. عودوني قبل سنة وجاوز سنة سنة كل شهر يقولون له هذا الشهر، كل ما اروح للوزارة يقولون له هذا الشهر بالسلم. على الرواتب انت وين تداوم هسه؟ تداوم يعني بلواء 22؟ صحيح فوق الثاني. نعم لحد الان ما مسجل لك راتب. لحد الان ما في راتب، كل ما اروح للوزارة يقولون ان شاء الله هالشهر يجي. نعم المهم انت يعني ما مفسوخ عقدك؟ لا حاليا مستمر حتى بالوزارة. نعم مستمر بالدوام حتى بالوزارة مستمر بس ثاني ما يعني مستمر حتى بأوامر القسم كلها مستمر بيها. صحيح. نعم ان شاء الله راح تسمع الاجابة الاسبوع المقبل. هو انا ردت اتأكد منك ليش ذكرت اسمك. الله يسلمك. وهذا اذا تدير رقم الكتاب موجود عندي. رقم الكتاب طنيا رقم الكتاب اللي رايح من الفرقة للوزارة. اي نعم 17 8 يعني. نعم 2000 2018. نعم رقم الكتاب. رقم الكتاب 5400 78. ان شاء الله راح تسمع الإجابة. الله يستر عليك. بس انت شنو رتبتك؟ جندي اول. نعم يعني شغلتك الان بالموازنه وبالمراتب. بالضبط بالموازنه وبالمراتب. ان شاء الله راح نشوف اسمك وراح نشوف شو وقت راح يصرفوا لك الراتب ان شاء الله هذا الشهر، بلكي تلحق لك قبل ما يسد النظام. الله يستر عليك. شكرا وان شاء الله تسمع الاجابه. أهلاً بيك. أهلاً بيك. وعدنا كثير من الاتصالات وعدنا كثير من المسجات. خلينا نسمع هذا الاتصال. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أهلاً بيك ورمضان كريم عليك. الله يبارك فيك شكرا عليك. بس بدون زحمة رحمة على واقف عندي اسم أخويا منذر محمود إسماعيل. منذر محمود إسماعيل. أي نعم منذر محمود اسماعيل جراد. جرار؟ جراد. نعم جراد. اي نعم.
لسه مرة خاب عليهم الخميس على أهم صورة الوطن وبكت المنطقة يعني اتصل بيه ولده وصادف غير موضوع المنطقة اسمه بالذات يعني يعني ما أنطى اسمه الخميس. الخميس احنا ما عندنا برنامج, هذا برنامج ثاني يمكن بالعراقية مو صحيح؟ بالضبط اي نعم. بس تقولنا اسمه رحمة على وازيك منذر محمود اسماعيل جرار. نعم. يا شهر فحص فحص 2017 يا شهر الشهر العاشر. شهر العاشر خريج شنو هو منذر؟ منذر ابتدائية. ابتدائية ان شاء الله تسمع الاجابه الاسبوع المقبل. رحم الله والديك. شكرا شكرا لك. اتصال ونقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا. انا مقدم عجز من 2017 يا شهر. والله ما ادري ما تدري. نعم بس هاي اللي اساس على الوجبه الثانيه. اريد اعرف اسمك. مصطفى حسين محمد علي. مصطفى حسين محمد علي طاهر. حسين محمد علي. نعم. انت من بغداد؟ لا انا مهاجر في بغداد. نعم كنت مهاجر في بغداد. اي وين فحصت انت؟ وانا بشر بالموصل. بالموصل؟ نعم. انا ليش اسالك على الشهر؟ لان اذا انت فاحصت بشهر الرابع او الخامس اكثريتهم قبلوهم بدون استثناء, خصوصا هذه المناطق الموصل كركوك صلاح الدين لمبار. والله ما عاد جاء شعب الغبر بس ليش انا اصبع بعد. نعم. نحن شو شوار نحن حشود. نعم نحن حشود. اي نعم. جاء من الترشيح من حشود على عجز يعني ما قدمت على الاستمارة الإلكترونية؟ إيه جبت لنا لا جبت لنا من الدفاع. إي نعم. وقدمنا عليها أصلا ما في راحة يعني كانوا ولا يدامون جبت استمارة مراحة. هما مو مقدمين على الاستمارة قدموا مثلك على الحش على اللجنة؟ إيه لجنة قدمين فايل يعني شهادة وهذا قدمنا. نعم ليش أسألك يا شهر كان؟ والله ما أدري يعني ما أدري أسأل مصطفى خليني اشوف. نعم اي نعم احنا ننتظرك. اهلا. عندنا اتصال ونقول الو. الو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا قدمت بوزارة الدفاع. قدمت بوزارة الدفاع. شو وقت قدمت؟ 2017 يا شهر. شهر كم؟ لو الثامن لو السابع. لو الثامن؟ لو السابع. لو الثامن أو السابع. نعم. إيه. اسمك الطينية؟ نمير عادل حسين كامل. نمير لو سمير؟ منير. 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 نعم منير عادل حسين كامل. خريج شنو انت؟ ابتدائية. ابتدائية ان شاء الله نشوف اسمك موجود ام لا. موجود؟ خلي نشوف اسمك موجود ام لا ان شاء الله بالحلقة المقبلة. شكرا. شكرا. وعدنا اتصال نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اختي العزيزة رمضان مبارك عليكم ان شاء الله. ورمضان كريم عليك وعلى كل العراقيين. اهلا بيك. الله يحفظكم. احنا حشد وزارة الدفاع. نعم. وهذا كل شيء هي الوزارة ولحد الان بدون خطوط. حشد وزارة الدفاع؟ نعم. عندكم علم انه حشد وياكم الوزارة؟ نعم. والله لحد الان ما عندي علم بهذا الموضوع صراحه. واخذ الجيم رساله كم مره بدون وصول صوتنا. اي نعم نعم. احنا في لو 5 سنين ظلم وزاره الدفاع حشد يعني انا
احنا نوثق اليوم ضمن جهاز علاج الاستراحه الوطن. احنا راح نسال عن هذا الموضوع بس فهمني هسه تولد داوم. احنا حاليا نسلم قاطع ضمن جهاز علاج الاستراحه الوطن. عمليات فرات الاوسط حشو فرات الاوسط نعم لواء الثقلين احنا لواء الثقلين نعم لا تستلمون رواتب بدون رواتب بدون اي دعم من الدوله بدون رواتب بدون رواتب بدون دعم ولا سلاح مشفي نعم زين انتم ذا حشد اذا انتم حشد تابعين لوزاره الدفاع ليش ما دمجوكم بوزاره الدفاع يعني احنا شفت قبل فتره طلعوا حول النواب انه انه حشد حشد وزاره الدفاع طالبوا حقوقنا نعم ان شاء الله تسمع الاجابه يعني. الاسبوع المقبل الله يحفظكم جزاكم الله اهلا بيك اهلا عندنا اتصال اخر ونقول الو الو نعم السلام عليكم وعليكم السلام اهلا انا صحفي تعزي 2014 الشهر السابع مصطفى انت؟ لا نظير عدنان حنين نظير عدنان نظير نعم نظير عدنان حنين نعم ايه يا شهر؟ شهر السابع 2014 اي نعم ايه شنو اكو وجبة ثانية لا هو اكو وجبة ثانية لكن انت تريد تتأكد اسمك موجود لو لا مو صحيح؟ اي والله ايه ان شاء خريج شنو انت؟ خريج ابتدائي اي نعم ان شاء الله تسمع الاجابة الحلقة المقبلة ما عندكم علم شو في وجبة ثانية؟ يعني لحد الان ما عندنا علم اه اي نعم يلا انا رحم الله شكرا شكرا لك عندنا اتصال ونقول الو 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 نعم السلام الو عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بك اهلا بس ابدا اشوف اسمه موجود لا اي نعم اعطيني اسمك علي لطيف خادم علي لطيف خادم خادم اي نعم صباح الشهر العاشر علي لطيف خادم شنو؟ مواليد 1990 لا اسمك الرباعي علي لطيف خادم رويح رويح نعم رويح اي نعم ايه يا شهر فاحص شهر العاشر 2017 ايه خريج ابتدائية ايه ابتدائية نعم زين بالخاله انت اي نعم اعطيني اسمه كرار حسن حميد روية كرار حسن حميد روية اي نعم يا شهر هو فاحص كرار شهر 12 2017 ايه خرج ابتدائية هو هم ايه ابتدائية ابتدائية ايه ان شاء الله تسمع الاجابة الاسبوع المقبل يلا مشكور اختي رحم الله اهلا اهلا بيك إن شاء الله نكون حلقة الوصل ما بينكم وبين وزارة الدفاع لوصول صوتكم إلى المسؤولين في الوزارة عندنا كثير من الرسائل لكن يعني ما أعرف عمار عندنا اتصالات اي نعم عندنا اتصالين خلينا ناخذ اتصال ونقول ألو ألو
ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استشارة مقدم بالأسير والطابعة على وزارة الدفاع. أي نعم. شهر العاشر. 2017 شهر العاشر. أي. أي نعم. اسمي غازي عبد المهدي غازي هاشم. غازي. غازي عبد المهدي. ألو. ظهر انقطع اتصال عمار، يا ريت يتصل بينا غازي مرة ثانية. ألو. ألو غازي. ايه اسمي غازي عبد المهدي غازي هاشم. عبد المهدي غازي هاشم. اي نعم. شكرا لك. اهلا. اتصال اخر ونقول الو. شلونك الحلال؟ اهلا. الحلال؟ انا سمعت عجلة 2017 ما طلعت 2017 دقيت عليكم من الليل قوة السماء. الحمد لله مسمعنا صوتك وحصلنا. الحمد لله والشكر. أول بداية نقول لك رمضان كريم. رمضان كريم عليكم وعلى أمة محمد. آمين آمين يا رب العالمين. فاحص 2017 يا شهر. أنا 2017 شهر السابع. سابع. شو اسمك؟ لين قطع الخط مالتك. عباس عبد الهادي عبي السابع. عباس عبد الهادي عبي السابع. عبيس سابع. كاظم. اللقب العناوي. لا ما اريد اللقب. حنان. نعم خريج شنو انت؟ ابتدائية. ابتدائية نعم. حنان ترى انا ما جاي اشاهدك وخاف على التليفون ما جاي اشاهد. ليش؟ ما لان هو السيد مشترك بي وي البراسيس فصلته ودقيت عليك. يلا ارجع تابعنا لعد. شكرا لك عباس. عدنا اتصال ونقول الو. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. شلون شعيوني؟ أهلا. بس أنا أحمد اللي خابطت قبل ذاك الأسبوع أو قبلها وقلت لك عندي إخوان اثنين شهداء. أي نعم وقلت لك اللي عنده شهداء وعنده مؤسسة شهداء ممكن يستثنوا ويقبلون بتعيينه، لكن هو التعيين لحد الآن متوقف يعني. الله شاهد سيد، عندي كتاب من مؤسسة الشهداء وعنده هوية ومكتوب فيها إخوان اثنين شهداء. نعم مقدم أنت على قسم الشهداء وجرحى بأمانة السر؟ لا انا ما قدمت يعني وين وشلون اقدم شلون اروح ما اعرف يعني. نعم. اتمنى توجهيني عن طريق مديريه الاعلام والتوجيه المعنوي. اذا تجينا ان شاء الله باكر احنا موجودين. وزاره الدفاع. اي نعم وزاره الدفاع اللي مقابل السفاره الايرانيه اللي صايره قريب الخضراء. اها. اي نعم اخاف اروح واسمي ما يعني ما القى وما يخلون اطوف. لا انت مو تقول اسمي القى وما القى، انا جاي اقدم طلب. أنا عندي شهداء اثنين وأجاي أقدم طلب إلى مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي والطلب راح يجيبوه لنا. أحمد سلمان كشكول باكر إن شاء الله راح توجه. أحمد سلمان كشكول. وإحنا ناخذ الطلب نرفعه إلى قسم الشهداء والجرحى وهم يدرجون اسمك حتى يكون بالتعيين. الثاني باكر بعد راح توجه إن شاء الله. أهلا بيك. أهلا أهلا أحمد. عدنا اتصال ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليك. ورمضان كريم عليك وعلى كل العراقيين. 2017 شهر السابع. السابع نعم. اسمك؟ منير بعد برين بفخان. بس صوتك مو واضح يا ريت عيد الاسم. منير بعد برين بفخان. ما اسمع واضح. منير بعد برين بفخان. اي نعم مو واضح يا ريت عيد الاتصال. منير بعد برين بفخان. منير 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 بعد برين بفخان. منيب نعم. منير بعد برين بفخان حد كل عدو. نعم ان شاء الله راح اسمك وراح تسمع الاجابه الاسبوع المقبل. اتصال اخر ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآله والصلاه والسلام على سيدنا محمد. نتقدم باحر التهاني والتبريكات الى الامه الاسلاميه والى الشعب العراقي العظيم والى مراجعنا العظام
لقواتنا الأمنية البطلة وإلى إذاعة صوت العاصمة. تحياتنا والله الكادر إذاعة صوت العاصمة. الله يحفظك. نعم. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة إن شاء الله والأمان، أعاده الله علينا وعليكم الأمن والأمان والصحة والعافية. آمين. كل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنت بخير ورمضان كريم عليك. الله يحفظك إن شاء الله، صيامك مقبول وذنبا مغفور إن شاء الله، دعاء المستجاب بحق محمد وآل محمد. آمين. الله يحفظك. شنو مشكلتك؟ اهلا بيك. الله يحفظك ست حنان. احنا مجموعه من الصاحبين على وزاره الدفاع. نعم. سنه 2017. مجموعه يعني ايش؟ نعم. قد مجموعه؟ مجموعه يعني احنا عندنا مشكله. عندكم مشكله؟ خلنا نسمعها. نعم. احنا عمرنا تجاوزنا 30 سنه. الله يساعدكم. والله أني دائما أحكي بهذه المشكلة. الله يحفظك. اي نعم. الله يخليك والله يساعدك. الله يخليك. الناشد وزارة الدفاع سيد عثمان الغاني ومشكلتكم إعلام. الناشدكم تحسون صوتنا والله يسعدنا تعبك. نعم. واحنا ما عندنا غير الله وأنتم. نعم. مش قد أعماركم أنتم؟ تجاوزت يا يعني ثاني عمري طبيت في الواحد كان في ثاني 5 أشهر تقريبا 4 أشهر. يا مواليد ثاني 14/10/1987. نعم فعلا تجاوزت. نعم تجاوزت هذه 5 أشهر أم 4 أشهر. وانت شو وقت قدمت؟ انت شو وقت قدمت؟ قدمت بال 2017 يوم 10/4. يعني هم لو قابليك بوقتها كان ما تجاوزت انت المواليد. الله اني نزلت وقت شفت وضام هذا. نعم. والحمد لله وشكر طبعتني وصحافتي وقت شروط وضواب وزارة الدفاع. نعم. نعم. منتظر من الالتحاق بالقوات الأمنية البطلة. ما اجى الالتحاق وراحت مواليدك. الله يحفظك. نعم. احنا ناشدكم ناشد السيد عثمان الغانمي بحق هذا الشهر الفضيل وبحق دماء شهداء وزارة الدفاع والحج والحج الشعبي ووزارة الداخلية. نعم. بالنظر بقضيتنا وحل مشكلتنا. نعم. صح هو قانون. اي نعم قانون. السيد لواء يقول رحمن الله يحفظه والله قدم طلب بهالموضوع وسوى استثناءات لكن يعني هو قانون وانت تعرف قانون وزارة الدفاع. والله عرف على راسي. نعم يسلم راسك. الله يحفظك. بس من صلاحي اقوم حل مشكلتي. نعم. بنفس الوقت لهم القانون حنان. نعم. لو اقوم وزير الدفاع من صلاحية وزير الدفاع اي نعم هي صلاحيات فعلا. نعم في هذا هو فعلا صلاحيات وانت تعرف الان يعني لحد الان ما عندنا وزير وان شاء الله هذا الموضوع راح يكون محل اهتمامنا. الله يحفظك وان شاء الله يحفظكم ويبارك بيكم وتحياتنا لك وتحياتنا الى المجموعه اللي مقدمه وفعلا تجاوزت اعمارها. انا ممنون. شكرا لك. شكرا لك. وان شاء الله يوصل صوتك. تحياتنا لك. اهلا بك. وعندنا اتصال ونقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم. ورمضان كريم عليك وعلى كل الشعب العراقي. نعم. نعم. قلت قبل فتره. اي نعم. على مدعمي المعتقل المفقود. اي نعم واحنا سالنا عليه وذكروا انه حتى ما وجود الاسم يمهم.
يعني ما موجود بوزارة الدفاع؟ ما موجود بوزارة الدفاع. بس هسه قالولنا كل شيء موجود بالمطار المثنى. ماكو بمطار المثنى، إذا مطار المثنى أنت تذكر تاريخ قديم، هم رأسا يسفروا للتسفيرات ما يخلوه بالمطار، شو يسوي يعني؟ والله ما أعرف، هم قالوا ما عندهم أوراق وما عندهم أسماء بحاسبهم خليه. زين، إذا هو بمطار المثنى ليش ما راجعتوه شفتوه؟ ماكو ما حد يعني، بس المحامي جاب لنا خبر وهاي. المحامي هذا اللي طبعا كثير من المحامين اللي بايعين ذمتهم ويحبون ياخذون من الناس بأخبار وهمية. مطار المثنى هي محطة تحقيق يشوفون شنو موضوعه، بعدين يودعوه بالتسفيرات ويشوفون حله شنو، هذا شنو مشكلته، يحيلوا على القضاة، يحيلوا على القانون. المطار المثنى ما تخلي واحد فد 10 سنين او 5 سنين عندها، ما تخليه يمكن شهر. ما اعرف والله ما اعرف. هو المحامي اللي جاب لكم الخبر قول لهم ما دام انت تاكدت انه هو مثلا بالمثنى ممكن تودونا عليه خلينا نشوفه، مو صحيح؟ قلنا له قد ما تريد بس خلينا نشوفه ما قبل. هو هذا الحكي. الله ان شاء الله يوصل لكم الخبر من عنده، وممكن تسال بوزاره الداخليه على التسفيرات. نعم الصوت رجع علينا. نعم قطع اتصاله، في اتصال اخر. الو نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورمضان كريم عليك. أهلين وعليك الله يسعدك ويسعدك بالحنان. أهلا بيك. إحنا الفاحصين 2017. فاحصين 2017. إي يعني انتظرنا هواي وشغلتنا طولت كلش. فأقول يعني يمنا متوفى شغلتنا، ممكن تتصلين على الجهة المتوفى يمها. يعني لحد الآن إحنا ننتظر التعليمات تجينا من رئاسة أركان الجيش ودائرة الإدارة حتى تدخل مديرية الإعلام وننوه عنها. ما نقدر ننوه إحنا منا ومن حالنا، مو صحيح؟ إحنا يعني اعتمادنا على الله وعليكم وجهودكم، يعني اعتمد على الله أكثر وإن شاء الله إحنا ما نقصر وياكم. الله يستر عليك ويحفظك. فإحنا يعني معتمدين على الله وعليكم، وهذا البرنامج متابعينه ومستمر من أسبوع لأسبوع إن شاء الله. ما نقصر وياكم. عندك اسم صديقي بالحاسب اذا ممكن. اي نعم. وسام مهدي نزال عبيد. نزال نعم عبيد. يا شهر فاحص بشهر العاشر. شهر العاشر خريج شنو؟ ابتدائية. نعم انا اشكرك. شكرا لك. شكرا. أحبتنا مستمعينا ومتابعينا على التردد 104.4 FM انتهى برنامج هذا الأسبوع. إن شاء الله نسمع مشاكلكم وإن شاء الله نجاوب على استفساراتكم في الحلقة المقبلة يوم الثلاثاء الساعة 1 ظهرا في برنامج سور الوطن، وإن شاء الله يكون فعلا حلقة الوصل بيننا وبين المسؤولين في وزارة الدفاع لتقديم الشكاوى والاستفسارات وتلقي الإجابات الفورية عليها. تحياتي، كنت معكم في التقديم والإعداد حنان محمد، وفي الإخراج عمار محمد. إلى اللقاء. 104.4